آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور الوافر والاغتباط المترادف العاطر أن ينطلق اللسان بالشكر والامتنان على هذه الجهود المباركة والمبادرات المتميزة الرائدة لجمهورية مصر العربية، وطن الاجتهاد والمجتهدين، وقبلة المعرفة الشرعية الزاهرة المصطبغة بأنظار الأزاهرة وبصمات العباقرة، إرث حاضر متحضر وأدوات آلة في مصانع العلم ومناهجه. فالشكر لهذه البلاد رئيسا وحكومة وشعبا، والشكر للجهة المنظمة لهذا المؤتمر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إذ طرح موضوع الاجتهاد علامة اجتهاد وآية توفيق وسداد. فلهم الشكر والتقدير على طيب الاستقبال ومكارم الاستضافة. وإنني أتشرف بمشاركة هؤلاء العلماء والمفكرين في الجلسة العلمية السادسة المعنونة بالاجتهاد ضرورة من أجل الحفاظ على البيئة. أيها الجمع الكريم، إن استدعاء مصطلح الاجتهاد ليس ترفا في الفكر أو نافلة من الشيء، بل هو كما أجمع وفاد هذا المؤتمر وعماره ضرورة العصر. والتعبير بضرورة العصر يجعلنا على ثقة وآكدية بأن الاجتهاد الحضاري المنضبط يجعل من الفقه شيئا حيا، وأن الجمود صنو الممات. فالاجتهاد للفقه كالماء للبيئة، وما كسلت العقول وما ضعفت الهمم إلا عندما غاب هذا المعنى وظهرت الدعاوى الكثيرة في سده. فمن قائل يقول بأن باب الاجتهاد مغلق، ومناد يردد إن التقليد واجب، ومستند لغلق باب الاجتهاد يردد قاعدة لا اجتهاد مع النص، أليس النص هو الذي يدعو للاجتهاد ويفتح بابه؟ ناهيكم بما عانه هذا المصطلح في العقود الأخيرة من هيمنة الإسلام السياسي عليه وتوظيفه في غير مقاصده، فقد أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم. وتشتد معاناة هذا المصطلح في محاولات المتجرئين عليه والمتاجرين فيه للتجريف والتحريف والتجديف به بعيدا عن حاله ومحله، مما يدعونا للتركيز على الاجتهاد الحضاري المنضبط وليس كل اجتهاد. السيدات والسادة، إني أتشرف بإدارة حديث المشاركين في هذه الجلسة رجاء الوصول بها إلى مخرجات ملموسة ونتائج وتوصيات فاعلة. واسمحوا لي بدعوة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى، الأستاذ بجامعة المنوفية، ليقدم عرضا موجزا لبحثه يثري به جلستنا بما لا يتجاوز 10 دقائق من وقت هذه الجلسة، فليتفضل مشكورا. الناس يعني المفروض ان احنا نتساوي. الجلسة السابقة كان بيتخطى وأحيانا بيصل إلى نصف ساعة وأكثر، وبالمداخلات وصل ساعة، الأمر لله وحده. وده برضو يعني نفس البيئة. فتعامل أولا بحمد الله جزيل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله لرعايته للمؤتمر، ولأستاذنا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنا بالاختصار عشان برضو نلتزم، مؤتمركم الكريم دعوة للحفاظ على البيئة ومن أجل النظر في أمر المستقبل البيئي للوطن العربي. بحمد الله وبفضل الله أنا درست هذه المادة أكثر من 30 سنة، وده حتى أحد الكتب التي كنت أدرسها في هذا المجال، الدراسات حول تلوث البيئة في الوطن العربي ككل. البيئة كما هو متفق عليه كل ما يحب الإنسان، وعادة نقول البيئة 3 حاجات: الماء والأرض والهواء. الماء والأرض والهواء، وأهم الثلاثة الماء، بأن تلوث الماء أسوأ أنواع التلوث بالنسبة للثلاث عناصر، وصعب إن إحنا
يعني يكلف وصعب ان احنا نقوم به. المشكلة الحقيقة الأولى يمكن بتواجهنا هنا كانت في مصر هي التكدس السكاني، وده كان أحد أسباب تلوث البيئة وبالذات في العواصم الكبرى. وعلى سبيل المثال القاهرة في الكيلو متر الواحد بيعيش 37,000 إنسان، في طنطا وفي الزقازيق 26,000 إنسان في الكيلو، في الإسكندرية 24,500 إنسان بيعيشوا، في حين في سيناء كل 3 كيلو في بني آدم واحد. هل هذا عدل؟ فالتكدس السكاني هو الحقيقة مشكلة عالمية بالذات في العواصم الكبرى للعالم كله. كثرة السكان بتسبب كثير من المشاكل البيئية. وزي ما قلنا القاهرة والإسكندرية والزقازيق وطنطا وغيرها. طبعا التكدس السكاني هو أهم مشاكل البيئة في دول العالم الثالث، في دول العالم الثالث ومنها المنطقة العربية بأكملها. المفروض يكون هناك ضرورة للتوازن البيئي بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا، لأنه برضو من أحد الأسباب الكبيرة لتلوث البيئة لاستخدام التكنولوجي الخاطئ. الحمد لله مفروض العالم كله يقر بأن الموارد الطبيعية بتكون نعمة من الله شكرها بالحفاظ عليها للأجيال. الثورة الصناعية المتسارعة في كل بلاد العالم والاستغلال المتزايد لموارد الأرض أضر بالبيئة. الثورة الصناعية بدأت أساسا في إنجلترا في القرن الـ18، وقد بدأ بصناعة الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب من أجل أنهم يقيموا السكك الحديدية في داخل أوروبا بأكملها. التنمية المستدامة بتتطلب بالضرورة من أجل البيئة ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة، فالرصيد منها محدود، اللي هي لو عندي غابات، لو عندي أشجار، برضو حتى لو عندي موارد معدنية بنفس الطريقة. عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة النباتية والحيوانية والأرضية والمائية على تجديد أنفسها. النظام البيئي قادر على هضم البقايا والمخلفات والنفايات في حدود عدم الإضرار بالإنسان والحيوان. من ضمن المشاكل اللي بتعاني منها مصر أو كانت بتعاني وما زالت في، بس بدأت الحقيقة العلاجها بدأ في الفترة الأخيرة، اللي هي مقادير القمامة والنفايات تتفاوت واضحا في المدن والقرى المصرية. وجدوا على فكرة في المدن النفايات بالنسبة للإنسان الواحد ضعف النفايات اللي موجود في الريف. الإنسان هو الملوث، وهو الملوث الأول للبيئة. الإنسان هو الملوث الأول للبيئة. طبعا لو وسى الإنسان التربة بالماء والهواء في 50 سنة الأخيرة، يعني عملية ازدياد ظهور عملية التلوث البيئي ظهورها في 50 سنة الأخيرة أكثر من غيرها. لغاية النهاردة في أساليب علمية ممكن للتخلص من النفايات والقمامة، ممكن إعادة استخدامها الحقيقة بعد فرزها. يعني هناك وسائل علمية كثيرة بتختلف الدول وبعضها في هذا الجانب. المشكلة الثانية الحقيقة مشكلة بالنسبة للوطن العربي والأرض العربية ومصر، ندرة الموارد المائية. فندرة الموارد المائية والحلول العلمية من ضمن الأشياء، ولذلك اتجهت مصر واتجه غيرها من الدول العربية، يمكن دول الخليج سبقت مصر في هذا الجانب، انها اقامت الكثير من مخرات المياه وايضا سدود المياه بالذات للسيول والامطار الغزيرة واللي بتنزل على الجبال. بيقدروا النهاردة يعملوا لها برك بنسميها بحيرات صناعية بنحتفظ بها عشان نزرع بها فيما بعد. وده اسلوب علمي جميل اتخذ حتى حاليا عندنا في صحراء بالنسبة المنطقة المجاورة للبحر الأحمر اللي هي الصحراء الشرقية.
العالم العربي كله الحقيقة محتاج بدأ الحقيقة كله للطاقة الشمسية لإعزاب مياه البحر، لإعزاب مياه البحر، لأن المدخل الوحيد النهاردة عندنا عشان يبقى عندنا نعالج نظرة المياه، إن احنا نعالج المعالجة الثلاثية للمياه، والمعالجة الثلاثية ببساطة المعالجة الأولى تصلح المياه لزراعة أشجار وغابات، المعالجة الثانية تصلح المياه لنسقي بها جميع أنواع الزروع، المعالجة الثالثة ممكن نستخدمها تاني في المصانع وفي البيوت كما كنا نستخدمها زي ما كانت عذبة ونظيفة وجميلة وزي الفل، وإن كان الجانب النفسي بعض الناس ما بتجيش عليها يعني. طبعا احنا عندنا الحمد لله بدأت عملية استخدام سواء طاقة الرياح عندنا بكثرة وسبقت طاقة الشمس، انما عندنا في أسوان النهاردة وعندنا في بعض المناطق الأخرى يمكن في مرسى مطروح وفي الغردقة وفي شرم الشيخ يعني بدأ اتجاه توسع في استخدام الطاقة الشمسية سواء لإنارة البيوت والشوارع أو أيضا لإعزاب مياه البحر. وإعزاب مياه البحر برضو اتسع وفي طريقه للتوسع أكتر عشان يحل مشكلات كثيرة جدا من مشكلات المياه. يعني النهاردة شرم الشيخ بأكملها، الغردقة بأكملها، مرسى مطروح بأكملها، برضو النهاردة بورسعيد، دمياط، في أماكن منها كثيرة، رشيد، دمياط وأماكن أخرى، فبدأت يبقى عندها إعزاب مياه البحر ويبقى عندها اكتفاء ذاتي وعندها زيادة بتديها للمناطق المجاورة لها، ودي بتحل لي مشاكل كتير جدا بالنسبة لمحاولة النهاردة ان احنا نمشي في اتجاهين في خطين متوازيين، اعزاب مياه البحر او تحلية مياه البحر وفي نفس الوقت المعالجة السياسية لمياه الصرف الصحي. احنا عندنا محطتين كبار قوي في القاهرة، محطة اسمها الجبل الاصفر ومحطة اسمها الجبل الاحمر، دول الاثنين يعني بيطلعوا بالملايين 3 مليون متر مكعب يوميا معالجة ثلاثية اللي هي تصلح لكل شيء. وطبعا في اماكن اخرى النهاردة في كثير من الشركات والشركات الصناعية الكبيرة اصبح فيها اجهزة معالجة داخلية بحيث انها ما ترميش الصرف الصحي بتاعها داخل الترع والمصارف او داخل نهر النيل. برضو النهاردة عملية الصرف الصحي ومعالجته المعالجة الثلاثية وفي نفس الوقت دخلت وزارة البيئة واتجهت إلى كل الشركات الكبرى اللي كانت بتصرف في النيل، والحقيقة حاليا بيعملوا تحليل يومي ل 26 مكان على طول نهر النيل، المياه نظيفة جدا جدا في نهر النيل حاليا بحمد الله. في محاولات كثيرة جدا، لأن احنا قلنا الثورة الصناعية عندنا صناعات زي صناعة الأسمنت، زي صناعة السيراميك، زي صناعات أخرى كثيرة بيخرج ثاني أكسيد كربون وأول أكسيد كربون وغاز الميثان وغازات أخرى، ودي كلها مضرة للبيئة، لأن هو برضو الإسراف الحقيقة في استخدام الفحم أو استخدام الصلب أو المازوت أو خلافه حتى في محطات الكهرباء بيطلع منه أكاسيد كربون كتيرة جدا. برضو عشان نبقى عارفين الرقم الفعلي الطبيعي بتاع ربنا كان 43 صفرين وعلامة عشرية، يعني 43 من 10,000 دي النسبة الطبيعية، النسبة دي مجرد زادت بقت 3 بقت 4، بقت 44 صفرين علامة عشرية، هي دي اللي عملت الاحتباس الحراري، وهي دي اللي عملت تغير المناخ واللي عملت المشاكل التي نعاني منها صيفا وشتاء جميعا. طبعا أصبح النهاردة تلوث البيئة والتغير المناخي أهم قضايا العصر، هي ثبت علميا واعتراف من كل أنحاء العالم 78% من الانبعاثات الغازية اللي سببت التلوث وسببت اللي سببت التلوث على وجه الأرض كله من أمريكا وأيضا من الصين وأيضا من دول غرب أوروبا وشرق أوروبا بالكامل، هم دي مجموعة الدول التي تسببت في حدوث ما حدث، فهي السبب، وهم بيعترفوا بهذا كثرة الصناعات عندهم، هيك بيحاولوا
ينقلوا صناعات كثيرة من اللي عندهم وينقلوها في أفريقيا أو ينقلوها في أستراليا أو ينقلوها في أمريكا الجنوبية أو في باكستان أو في أماكن أخرى، بحيث يعني عملية توزيع. النفايات اللي بتضر بالبيئة هي النفايات الغازية اللي هي برضو تاني أكسيد الكربون، وأحيانا بيكون معاها أكسيد الكبريت وأحيانا أكسيد النيتروز، وأحيانا برضو بيبقى معاها الميثان. أيا كانت النسب كلها بتضر بالبيئة. النهاردة في محاولة جادة في أغلب الدول العربية إنهم بيحاولوا النهاردة السيارات اللي كانت بالبنزين سواء 80 أو 92 أو 95 أو حتى بأي حاجة لعربيات النقل بالسولر والمازوت، إن إحنا ننقلها وتبقى بالغاز على أساس تبقى صديقة للبيئة. والأوتوبيسات برضو النقل العام بتحاول الدولة إنها تخليها صديقة للبيئة، تقلل من انبعاث غازات الكربون اللي هي المسبب الرئيسي للبلاوي اللي إحنا بنعاني منها كلها. طبعا الابطاء في معالجة المشاكل البيئية، يعني كل أي دولة ما تبطئ في معالجة المشاكل البيئية بتزداد وتتفاقم وتتعقد. الحقيقة احنا عندنا مشكلة أخرى يمكن موجودة في العالم العربي برضو أكثر ما يمكن، عندنا كم الصحراء كبير جدا. يعني احنا الصحراء عندنا تقريبا حوالي 70% من الأراضي العربية صحراء، والباقي ممكن في أماكن كثيرة تتزرع منه. وده برضو هي الاتجاه اللي ماشية فيه تقريبا أغلب دول الخليج ومصر وحتى دول الساحل الشمالي، احنا بس دول ساحل أفريقيا بالكامل اللي هي تونس والجزائر والمغرب. بنحاول ان احنا نزرع شجر كتير. وبهذه المناسبة زميلنا اللي كان في الجلسة فات قال الحقيقة كلام كويس قوي، على أساس زراعة 100 مليون شجرة في خلال 10 سنوات، هنبدأ السنة دي من أكتوبر زراعة 10 مليون شجرة. الدراسات العلمية أكدت إن لو عندي شجرة زيتون واحدة ممكن أزرع منها أخذ منها كل سنة 4000 فرع، 4000 شجرة شجرة الزيتون. في نفس الوقت شجرة الزيتون عمرها حد أدنى 1300 سنة، حد أدنى عمرها 3300 سنة. عندنا أشجار الفيكس برضو ممكن الشجرة الواحدة اللي عمرها 7 سنوات ناخد منها على الأقل برضو 4000 فرع ويبقى 4000 شجرة. المفروض دي أولاد المدارس ورياض الأطفال وابتدائي وإعدادي وسنة والجامعات والمصانع والشركات، كل الناس تساهم في زرع هذا الشجر لأنه سهل ورخيص، وهو اللي هيدينا أكسجين، وهو اللي هيدينا قيمة جمالية. والنهاردة على فكرة في كندا وفي أسبانيا وفي روسيا بتتعمل حدائق صغيرة شجر غابات كده لكي يعالج فيها أمراض العيون. ثبت علميا يقينا 44% من أمراض العيون يمكن أن تعالج برؤية اللون الأخضر بدرجاته اللونية كلها، لأن يعني الدرجات الأخضر خلي بالكم الجانب اللوني في كل لون من الألوان هو 49 درجة، هو كان الأول 7، كل واحد من 7 بقى 7، فأصبح اللون الأسود حتى اللون الأبيض 49 درجة، اللي هي درجة اللي هي بنسميها درجات التتام والتكامل اللوني أو التداخل والتخارج اللوني. فإحنا عندنا اللون الأخضر 49 درجة. ثبت علميا يقينا ان 44% من امراض العيون يمكن ان تعالج بكثرة لقية اللون الاخضر. فالنهارده في دول كتير جدا في كندا في فرنسا في اسبانيا في روسيا يمكن اولى دول العالم علاج امراض العيون بهذه الطريقة. فاللون الاخضر قيمة جمالية عالية جدا يمكن ما كناش نعرف قيمتها بهذا الخصوص. احنا عندنا الحقيقة أكبر مساحة للصحاري موجودة عندنا موجودة في الوطن العربي. نأمل أن يكون هناك اتجاه لزراعة غابات خاصة ومثبت علميا وفسيولوجيا بالنسبة لعالم النبات. عالم النبات دي مملكة الكرم والعطاء الإلهي، ولذلك نجد البذور في عالم النبات لا يستطيع أن يحصيها إنسان. احنا ممكن نعد أي حاجة بنعمل لها تنمية، إننا نيجي على البذور ما لو عطينا اي واحد شوال رز شوال شعير شوال فول شو اي حاجه ما حدش يقدر يعده اطلاقا. وده من كرم الله وده من عطاء الله.
كثرة البذور مفروض إيحاء للإنسان أن يتجه إلى التشجير والزراعة، لابد. وطبعا احنا عارفين في حديث جميل ان لو جت يوم القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرزها، ده معناها امر ان احنا في خلاص ده يوم القيامة، يبقى مفروض في الدنيا كلها نكسر من الغرس ونكسر من التشجير، لان هي دي الحياة الحقيقية التي يجب ان يعيشها الانسان اللي هي الجنات. لسبب لما نيجي حتى في السياق القرآني، أي في السياق القرآني أي حاجة خاصة بجنات، جنات من نخيل وأعناب شجر، وحتى الأكل في الآخرة فواكه، فواكه مكرمون في جنات النعيم. فإحنا بنقول مفروض نهتم بالبيئة النباتية بالغطاء النباتي، لأن النهاردة من ضمن المشاكل التي يعاني منها العالم العربي كله قلة الغطاء النباتي، أو عادة إحنا بنستغل استغلال جائر وظالم وبنشيل. لا، إحنا عايزين قبل ما نشيل شجرة نزرع بدلها 10، وده اللي كان موجود في الحضارة الإسلامية، وده اللي كان موجود يعني لما نحكي في الزمن القديم حاجات جميلة جدا في هذا الجمال. كان أي إنسان عشان بيبني عشان بيعمل إيه هيشيل شجرة لازم يزرع حوالينها في نفس المكان 10 شجرات ويسيبهم سنة، وبعد السنة خلاص ياخد إذن إن هو يقطع الشجرة القديمة. طبعا الحقيقة المفروض كل الدول تتعاون وتتكاتف في درء أي جوانب خاصة بالبيئة، يعني كل الدول تتعاون في هذا، لسبب لأن المردود مردود على الجميع، المردود مردود على الجميع. لأن إحنا لو زرعنا النهاردة شجر بكثرة في المنطقة العربية في الصحاري، وخلي بالكو ثبت علميا ويقينا ممكن أزرع في الحجر الجيري في الحجر مجرد أحفر وحط فيه بتاع الفرق ومجرد أحط له شوية طين صغيرين وهو هيطلع وهيفرع فروعه في داخل الحجر الجيري. ولذلك انتبهوا كده، في أي مكان في حجر جيري وجبال هتجد فيه طالع منها شجر، ده بيقول للإنسان أو بيعود الإنسان أهو ممكن ينمو في هذا المكان. طبعا الإسراف الحقيقة في استخدام المياه العذبة، وأنا بقولها تاني، داخل المساجد وداخل المدارس بتتفتح الحنفيات وبلا حدود، ده بيضر وظلم لحقوق الآخرين. فمفروض عايزين نفهم ونعي الوعي بقضية الإرشاد أو الترشيد في استخدام المياه العذبة. طبعا برضو عايزين نهتم بالمياه العيون والمياه الجوفية ومياه الأبار أكثر مما هي عليه حاليا، لسبب كل أغلب بقاع الأرض تحت منها على أبعاد مختلفة هناك مياه جوفية. بعض المياه الجوفية بتكون على بعد 1750 متر، وفي بعض الأماكن في الكويت وعندنا في مصر بتكون على بعد نص متر وأحيانا متر ونص المياه الجوفية موجودة. فإحنا عندنا مثلا منطقة المنوفية بالكامل والشرقية بالكامل والغربية بالكامل المياه الجوفية على سطح الأرض. فإحنا بنقول عايزين نهتم بالمياه الجوفية وبيكون لها أبار خاصة أو بفتحات معينة علمية بحيث نستفيد منها، في نفس الوقت ما نأذيهاش. الأذى بتاعها كله بيجي من كثرة استخدام الأسمدة الصناعية وكثرة استخدام المبيدات الحشرية، فدي مع المية بتذاب وبتنزل في باطن الأرض بتبوظ المياه الجوفية. المياه الجوفية في مصر من 30 سنة كانت جميلة وزي الفل، وكانت الناس يعني تتمتع بشربها. النهاردة نتيجة كثرة استخدام الأسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية وغيرها أساءت كثيرا إلى باطن الأرض وأساءت إلى المياه الجوفية التي يجب بالضرورة أن احنا نضعها في الاعتبار. بجانب في حاجة برضو مش عايزين ننساها إطلاقا، المياه على وجه الأرض حجمها ثابت من بداية الخلق وحتى يوم القيامة، حجم المياه على وجه الأرض حجم ثابت. المياه المالحة 98.5%، المياه المالحة اللي هي مياه البحار والمحيطات 98.5%، المياه العذبة 1.5% اللي هي الأمطار والأنهار وبعض البحيرات والمياه الجوفية، دي كلها مع بعض 1.5%. فبالتالي يجب ان احنا نتعامل معها اخلاقيا، يعني النهاردة
كل العالم بيقول يجب الإنسان يتعامل مع الماء بدرجة عالية جدا من الأخلاق والمحبة. ليه؟ لسبب، لأن دي لنا جميعا، لنا جميعا. طبعا العالم العربي كله في حاجة لمزيد، لاتساع في دائرة التعذيب، عذاب المياه البحر، إن احنا محتاجين أكثر. وإن شاء الله في هي خطة في مصر إن هيكون جميع المدن الساحلية هيدخل فيها مشاريع إعذاب المياه البحر، لأنها هتضيف رصيد للي موجود عندنا. وده برضو يتمشى مع الزيادة السكانية، لأن احنا بنزيد 2.5 مليون في السنة ويمكن أكتر. فبرضو احنا خلي بالكو، احنا كنا وقت قامت الثورة المصرية سنة 52 كان تعداد المصريين 19 مليون، كان مساحة الأرض المزروعة 6.2 مليون فدان. احنا لغاية النهاردة ما وصلناش 9.5، فاحنا بنقول يعني برضو عايزين دايما نفكر ندخل على الصحراء ونزرع. كل يوم لازم نزرع، لازم نوسع دائرة الزراعة، لأن هي يعني الزراعة هتؤدي للصناعة الوقت، في نفس الوقت الزراعة هتؤدي إلى حسن البيئة أو التعامل مع البيئة كويس. طبعا أستاذ عبد الفتاح، نحاول نختم الله يسلمك. خلاص أختم، جزاك الله خير، هذا وبالله التوفيق. ماشي ولا تسعى ثواني بس، عفوا، المداخلة أرقام وإحصائيات مهمة تجعلنا جميعا نقف على حقائق تطرح العديد من الأسئلة الفقهية التي تحتاج إلى اجتهادات معاصرة فيما يتعلق بالبيئة. وندعو الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ليلقي مختصرا عن بحثه الذي تقدم به إلى هذه الجلسة. أشكرك معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوف مصر الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلقد أصبحت البيئة ومشكلات البيئة حديث العامة والخاصة، بل أصبحت هم الجماهير الغفيرة من الناس، لا لشيء لكن لأن فساد البيئة واستنزاف موارد البيئة يهدد الجميع، حيث يشتهي الإنسان بكل قوته الحياة ولا يشبع منها ويتشبث بها من أعماق قلبه. وتلويث البيئة في المقام الأول يرمي بهذا الإنسان إلى أشقى الحظوظ، بل إن شبح الموت يتراءى لكل من يعيش في البيئات الفاسدة. فكم من الناس فقدوا حياتهم، أو على الأقل فقدوا النوم الهادئ والعيش الكريم جراء تلويث البيئة، حتى قال بعض الباحثين: لو كان للبيئة لسان ينطق وصوت يسمع لسقت أسماعنا صرخات الغابات وأنين المياه وحشرجة الهواء الذي يختنق بغازات المصانع. وبطبيعة الحال لابد في هذا الموقف الكريم أن نشيد بهذا المؤتمر العظيم، ونشيد بعنوان المؤتمر، ونشيد السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، ونهنئه على نجاحه لاختيار هذا الموضوع الحيوي والهام: الاجتهاد ضرورة العصر. بطبيعة الحال لا بد أن يكون للأديان السماوية بصفة عامة وللدين الإسلامي بصفة خاصة شيء من قضايا البيئة ومن الاهتمام بها. لذلك
بادرت وزارة الأوقاف بعقد هذا المؤتمر تحت هذا العنوان المبارك برئاسة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. لقد أردت أن أسهم في هذا المؤتمر بورقة تحت عنوان أهمية البيئة أو أهمية الحفاظ على البيئة عند الأديان السماوية خاصة الإسلام، وقد جعلت لها أو له تمهيد تناولت فيه معنى البيئة، إذ الحكم على الشيء كما تعلمون فرع عن تصوره. البيئة أو نقول نظام البيئة يعرف بأنه تفاعل مجموعة الجماعات الحية التي تعيش في منطقة محددة مع بعضها بعضا. ومن ثم نقول البيئة هي المكان الذي تتوافر فيه العوامل المناسبة لمعيشة كائن حي أو مجموعة كائنات حية. لكن ماذا عن علاقة الإسلام أو نظرة الإسلام إلى البيئة والكون؟ علاقة الإنسان بالبيئة والكون تبدو من ناحيتين. الأولى أنه خليفة الله فيه، أي في هذا الكون، وهو مكلف باستثماره والانتفاع به ومسخر لخدمته، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا يقابله بالضرورة واجب يقتضي المحافظة على ما فيه، أي على ما في هذا الكون، من موارد وخيرات. الناحية الثانية أنه مجال رحب، أي أن هذا الكون مجال رحب للتدبر والتفكر والتأمل للوصول إلى معرفة الخالق المدبر. وهذه العلاقة أشارت إليها الآية الكريمة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السماء وما فيها من شموس وكواكب وهواء وما ينزل منها من ماء مبارك لهذا الكون، إنه آية من آيات الله تبارك وتعالى ونعمة عظيمة لكل المخلوقات على هذه الأرض الواسعة. قال تعالى: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. منهج الإسلام أو الأديان السماوية بصفة عامة في حماية ورعاية البيئة، نستطيع أن نلخص هذا المنهج في أمور ثلاث: المنهج الإيماني الاعتقادي، المنهج التثقيفي الإرشادي، المنهج التشريعي التأصيلي. أما عن المنهج الإيماني في حماية البيئة ورعاية البيئة، فنقول: لقد جعل الإسلام الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث جزءا من عقيدة المسلم وإيمانه بربه جل وعلا، ومن ثم جعل الإخلال بها أو الإفساد فيها خروجا عن مقتضى هذا الإيمان وإنذارا بوقوع الهلاك والدمار. ولا أدل على ذلك من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله،
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، والتي هي صورة من صور مواجهة التلوث، وصورة من صور تطهير البيئة وتنظيف البيئة، شعبة من شعب الإيمان وجزءا لا يتجزأ منهم. ويتجلى هذا المنهج الإيماني واضحا عندما نجد الربط الواضح بين مدى إيمان الإنسان واستقامته، وبين صلاح بيئته أو فساد هذه البيئة، حيث جعل السبب الحقيقي وراء مشكلات البيئة وتلوث البيئة إنما هو ظلم الإنسان وإفساده وبعده عن منهج الله تبارك وتعالى. لقد جاء النهي الشديد عن الإفساد في الأرض، وتوعد الله تبارك وتعالى المفسدين بسوء المنقلب وشدة العقاب، كما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن أبلغ الآيات التي تصف بدقة حالة الأرض في عصرنا الحاضر بعد أن امتد التلوث فيها إلى جميع موارد البيئة بسبب انحراف الإنسان عن الحق ومجاوزة حدود الشرع وانحرافه عن المعتقد الصحيح والمنهج القويم الذي أقامه الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن ملامح المنهج الإيماني في حماية البيئة الربط الوثيق بين إيمان الإنسان وصلاحه وصلاح البيئة التي يعيش فيها. فكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وتقوى واستقامة، كلما كانت بيئته أكثر صلاحا ونماء وبركة، ويتضح ذلك بجلاء في قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فبسوء الأعمال تسوء الأحوال وتمنع الحقوق، يمنع الحق تبارك وتعالى تلك الحقوق، وتمنع الأرزاق، وتنتشر البلايا والأمراض. ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، إلى آخر هذا الحديث المعروف لحضرتكم. ننتقل سريعا حتى نحافظ على الوقت على المنهج الإرشادي في حماية البيئة ورعايتها. إن كل من يطلع على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجدهما يقدمان منهجا تثقيفيا وإرشاديا رائعا عن البيئة وعن كل ما يحميها من عوامل الفساد وما يبقيها سالمة صالحة للحياة. هذا المنهج الإرشادي يقوم على ما ورد من توجيهات القرآن والسنة النبوية المشرفة وما فيهما من ترغيبات أخروية وترهيب الناس من الاعتداء على مقومات البيئة وعناصرها أو الإساءة إليها في كل مناحي الحياة. هذا المنهج الإرشادي يعمل على توسيع دائرة الوعي
والفهم لدى الفرد والمجتمع، فليس للإنسان أن يضيق دائرة الحياة على نفسه ومصالحه فقط ولا المجتمع كذلك، بل على الجميع أن يوسع الدائرة لتشمل كل ما حوله من إنسان وحيوان ونبات وهواء وجماد، فيعمل على رعايتها والمحافظة عليها لأنها تشاركه في الحياة. وعلى ذلك نقول: لا نجد مجتمعا مثقفا واعيا ثم يقوم بتعذيب الحيوان أو الإساءة إلى النبات والأشجار، فبالتوعية والإرشاد تخاطب الفطرة السليمة للإنسان ونغذيها بأهمية الحفاظ على البيئة وعناصر البيئة من خلال نصوص الشرع، فتثمر عملا صالحا وسلوكا إيجابيا تجاه البيئة المحيطة. وشريعة الإسلام جاءت بالمرغبات والمخوفات، وذلك ليحدث توازنا بديعا ومثمرا في النفوس. فعلى المصلحين والمربين العلماء والدعاء إيصال هذه النصوص وتلك التوجيهات إلى جميع فئات المجتمع، ليحدث ذلك يقظة وتوعية تأخذ بأيدي الجميع إلى طريق الصحيح القويم في التعامل مع البيئة على جهة الإحسان والإصلاح. ولعلنا نكون ضمن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حاضر. المنهج الثالث اللي هو المنهج التشريعي في حماية البيئة ورعايتها. لقد جاءت نصوص القرآن والسنة بمنهج تشريعي واضح ومفصل يعمل على حماية البيئة ورعايتها، وذلك من خلال بنائه على أسس عامة وقواعد كلية تندرج تحتها كل مسألة فقهية، ويحدد من خلالها حكم كل حادثة وواقعة مستجدة. ويظهر ذلك جليا من خلال المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة بحفظها، وكل الشرائع أيضا جاءت بحفظها، وكذلك من خلال القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة. فكانت هذه المقاصد والقواعد بمثابة الأصول والضوابط التي ينتظم تحتها مجمل الفروع الفقهية، ومن خلالها يقوم المجتهد والفقيه باستنباط الحكم الشرعي للمسائل المستحدثة والمعاصرة، وذلك من خلال إلحاقها بنظائرها من الفروع الفقهية ويردها إلى القواعد والأصول الكلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه المداخلة التي قدم من خلالها عدة مناهج في النظر الفقهي لقضايا البيئة. أدعو الأستاذ الدكتور محمد يونس عبد الحليم، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر، لإلقاء موجزا عن بحثه الذي قدمه لهذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نرسل برقية إعزاز وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزير الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة، وبنهنيه وبنهني أنفسنا بالمؤتمر العام 33. الحقيقة إن استخدام البشرية عبر عقود مضت واعتمادها بشكل رئيسي على الفحم والبترول كمصدر من مصادر الطاقة شيء وصفه بعض الاقتصاديين
بالسفه والجنون. نعم، برميل من البرنت الخام عقب احداث اكتوبر 73 وصل اقصى سعر له 150 دولار للبرميل. في الوقت اللي اثبت البحث العلمي الحديث ان استخدام برميل واحد من خام البرنت في صناعة المشتقات والألياف الصناعية والبتروكيماويات يعادل 12-13 ألف دولار. لك أن تتخيل حجم الفساد ونمط استهلاك خاطئ في مورد اقتصادي قابل للنضوب. هذا النمط من الاستهلاك فيه إجحاف بين وظلم واضح بحقوق الأجيال القادمة. هو مورد معرض للنضوب. ناهيك أن استخدام البشرية للنفط والفحم كمصدر من مصادر الطاقة ترتب عليه العديد انبعاث العديد من الغازات الدفيئة زي ثاني أكسيد الكربون وثالث أكسيد الكربون خامس أكسيد الكربون. هذه الغازات أدت إلى تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وذوبان العديد من الجبال في القطب الشمالي، ستؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المعمورة وطمس العديد من المدن الساحلية كما يتوقع الخبراء في 2050 القادم. ناهيك أن ارتفاع درجة الحرارة وتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري أدت إلى حدوث ثقب الأوزون وما ترتب عليه من آثار ضارة أضرت بصحة الإنسان والنبات والحيوان وأضرت بجودة وخصوبة التربة أيضا جودة المياه الجوفية. هذه الأوضاع وغيرها دفعت المجتمع الدولي إلى عقد العديد من الاتفاقيات وإبرام العديد من المعاهدات بغية الحد من هذا التغير المناخي اللي أدى إلى هذه الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبيئية عديدة. أيضا دفعت مراكز البحث العلمي على مستوى العالم إلى التوجه والبحث عن مصادر بديلة للطاقة بخلاف البترول والفحم كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الهيدروجينية وأخيرا الطاقة النووية، كلها بدائل من الطاقة الجديدة والمتجددة، جديدة لم تستعمل من قبل ومتجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الطاقة الشمسية يحظى العالم العربي والإسلامي من حسن الطالع عندنا سطوع شمسي على مدار العام في كل قطر من أقطار العالم العربي والإسلامي. الطاقة الهيدروجينية ضرب من ضروب الخيال، ستختفي تماما محطات البنزين والسولار وسيتم تمويل السيارة بماء. هناك وحدة للتحليل هتحلل المياه إلى ذرتين أكسجين وهيدروجين. الأكسجين بيساعد على الاشتعال والهيدروجين شديد الاشتعال. ستتحرك وتتحول هذه الطاقة الحركية إلى طاقة حركية ثم تتحد مرة أخرى ذرتين الأكسجين والهيدروجين. الشكمان حج السيارة بدل ما يطلع ثاني أكسيد الكربون وثالث أكسيد الكربون هيطلع قطرات من الماء وكأنه جهاز تكييف. الطاقة الهيدروجينية ضرورة ملحة أملتها الأوضاع السائدة والأوضاع القادمة. التغير المناخي أثر على المياه العذبة وشفنا الأنهار بدأت تجف، والسبب كتير انتوا عارفين وحنذكره. الطاقة النووية أصبحت ضرورة ملحة لا غنى عنها. قمنا الصبح لا قدر الله تلاقينا منسوب المياه في النيل انخفض، نقف ونحط ايدينا كده على خدودنا ولا نبحث عن حلول خارج الصندوق؟ لابد من البحث عن حلول تحلية مياه البحر
واستخدمها في الزراعة، واستخدمها في تربية الماشية. ممر التنمية اللي اتكلم عنه أستاذ الدكتور فاروق الباز اللي يبدأ من حلايا أبو شلاتين جنوبا حتى العالمين شمالا، منطقة فيها مياه جوفية تكفي لمئات السنين وصالحة لتربية الماشية والأغنام والإبل وصالحة لزراعة الأشجار المثمرة. هذه المصادر البديلة مصاحبة للبيئة لا يترتب عليها أي أضرار تعرف في الأدبيات الاقتصادية بالاقتصاد الأخضر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بطبع موزون. الإنسان هو الذي أحدث هذا الخلل. فنجد الفرد في بريطانيا، الإنسان قديما في بريطانيا ألقى بالقمح في عرض البحر حتى تقل الكمية المعروضة وترتفع أسعارها ويصدروها بأسعار باهظة. الإنسان في البرازيل هو اللي حرق البن. الإنسان في مناطق أخرى من المعمورة هو سعى استخدام الغابات وقطع الغابات ناهيك ان ارتفاع درجات الحرارة اللي بنتكلم عنها أحدث حرائق في مناطق مختلفة من الغابات. الإنسان في اليابان هو اللي مارس سياسة الإغراق وأغرق أسواق الناشئة وأسواق الدول النامية بسلع ممتازة وجيدة بأسعار زهيدة، لكن سرعان ما أدمن المستهلك هذه السلعة وعاد ليحصل على أموال وأرباح طائلة. الإنسان هو اللي خلل، هو اللي أحدث هذا الخلل. نعم، الإنسان هو اللي أحدث هذا الخلل. لو جينا نشوف الثورة الصناعية، قبل الثورة الصناعية مع بداية الخمسينات، مين اللي كان بيتسبب في الأمراض؟ سوء التغذية وقلة الرعاية الصحية. طب الآن هل احنا عندنا مفيش تغذية؟ عندنا سوء تغذية؟ ده عندنا تخمة. اما للسبب ايه؟ تلوث الهواء. طيب لو جينا نشوف في مصر على سبيل المثال، عملنا كم محطة لتحلية المياه سواء مياه الصرف الصحي او الصرف الزراعي، واذكر منها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح خلال شهور معدودة محطة بحر البقر، ودي كانت من اكبر المحطات في الشرق الاوسط لتحلية المياه. وبالتالي هذا الامر بيتطلب مننا بعض السياسات والمطالبة سواء السياسات الداخلية او سياسات دولية. السياسات الدولية لابد من تعزيز ودعم مطالب الدول النامية في مواجهة الدول المتقدمة اللي كانت هي السبب في هذا التلوث والتغير المناخي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هم اللي حدثوا هذا الخلل في التوازن وأحدثوا التغير المناخي وما له من آثار على قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، أثار أيضا على الأسماك، إنتاج الأسماك، على الحيوانات أو الكائنات البيولوجية، أثرت كتير جدا على أثار اقتصادية كتيرة وأثار اجتماعية وأثار سياسية. وبالتالي لابد من وضع ضوابط فنية وإجراءات تشريعية للحد من التغير المناخي. الضوابط الفنية ألزم أحرم وجرم وغرم من لم يلتزم بهذه التشريعات اللي سنتها الحكومة المصرية. من يتجاوز ذلك فهو ملزم بغرامة أو تحويله إلى طائلة القانون. الضوابط الفنية بلزم أصحاب الشركات والمصانع انهم يركبوا فلاتر او مرشحات عدم القاء مخلفات المصانع في المجار المائي او ممر مائي او ملاحي، عدم دفن هذه المخلفات في الارض لانها بتؤثر على خصوبة التربة وعلى المياه الجوفية. وبطالب الحكومة المصرية كما تحدث استاذنا الدكتور عبد الفتاح من الاستعانة والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لأن الرقعة الخضراء لم تعد قادرة على استيعاب الكربون. إنسان
بيتنفس، يستنشق اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. الشجر بياخد ثاني اكسيد الكربون وطلع اكسجين. الا ان الرقعة الخضراء لم تعد قادرة على استيعاب هذا الكم المتزايد من الكربون، ولذلك اوصي بان نتوسع. وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية ادرك فيها استصلاح 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة من الارض المصرية. تم بالفعل استصلاح 1.5 مليون فدان ودخلوا الخدمة وانتجوا قمح وساهموا في سد الفجوة الغذائية. ايضا سوء استخدام الموارد سوء استخدام الموارد يتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بعد تغير هيكلي في قطاعات الاقتصاد القومي مع ضرورة الحفاظ على البيئة، ولا بد من نظافة والاهتمام بالنظافة، سواء نظافة الجسد او الملبس او المسكن. المجتمع الدولي عقد العديد زي ما قلت من المعاهدات وأبرم العديد من الاتفاقيات، أذكر منها على سبيل المثال اتفاقية رينو في البرازيل وكيوتو في مدينة كيوتو اليابانية، وتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة المؤتمر العالمي في نوفمبر من العام الحالي في مدينة شرم الشيخ كمنصة وقناة شرعية تطالب من خلالها الدول النامية، الدول الصناعية التي تسببت في هذا التلوث وهذا التغير المناخ، الدول النامية لا ناقة لها ولا جمل بما حدث، صناعتها محدودة جدا. الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي اللي تسببت في هذا، وبالتالي هي الملازمة هي الملتزمة بتصحيح الوضع. أخيرا خلصت وقت يا دكتور عمر. نعم خلص. عاوز أضيف حاجة، إن التشريع يعني فيه ضوابط شرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. القرآن الكريم زاخر بآيات كثيرة تحض على الوسطية والاعتدال وعدم الإسراف والترشيد، والسنة النبوية المطهرة هي الأخرى زاخرة بالكثير من الأحاديث اللي بترسخ الاعتدال وعدم الإسراف، لكن من خلال منصات وقنوات شرعية لابد من تعزيز مطالب الدول النامية في مواجهة الدول المتقدمة بمحاربة أو وضع آليات وتقنيات مختلفة للحد من التلوث البيئي أو التغير المناخي. سمعنا أخيرا إن هم عندهم مادة هلامية سيتم رشها على الجبال اللي في القطب الشمالي، لكن أعتقد إن دي بتتطلب تكلفة كثيرة جدا، لكن يعني رحلة الميل بتبدأ بخطوة. أشكرك سيادة الرئيس على إتاحة هذا الفرصة، وأشكركم جميعا على حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عبد الحليم على هذه الإطلالات الجوهرية والمهمة التي تؤكد على أن المحافظة على البيئة أمانة إنسانية مقدسة، وأن مواجهة التغير المناخي سلوك وممارسة واجبة. أدعو الأستاذ الدكتور عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا ليلقي مختصرا عن كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم. أيها السيدات والسادة، سادتي العلماء والعالمات، وهذا يثلج الصدر أن نجد في وطننا الحبيب مصر هذا الكم الهائل وهذا الحضور المشرف للمرأة العالمة التي
نتتلمذ على أيديها بإذن الله تعالى. ثم قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة، أريد أن أشير إلى نقطة تقنية متعلقة بهذه اللافتة التي أقرأها والتي وضع عليها اسمي، مكتوب عليها الدكتور، وقد عرفني فضيلة الدكتور عمر بالدكتور، ولأنا لست دكتورا فأريد أن أؤكد بأنني طالب علم عندكم، وإن شاء الله تعالى عندما أحصل على درجة الدكتوراه نحتفل معنا. ثم أريد أن أشير إلى موضوع البيئة والتلوث، هل هو موضوع آني في المرحلة التي نعيشها أم أمر قد نتحدث حوله في بعض المحافل ونحضر فيه بعض الكلمات. أتحدث إليكم كأمين عام للمجلس الأعلى للمسلمين. هذا البلد في قلب أوروبا المعروف بالثلوج وبالبرودة، في هذا العام كان هناك جفاف، وبدأت الجهات الرسمية تتكلم عن التصحر داخل البلدان الأوروبية، وكنا في المجلس الأعلى للمسلمين نرتب ونتشاور مع علمائنا في أن نرتب صلاة استسقاء في وسط أوروبا. هذا التلوث الذي يجري وهذا التحول المناخي هو يجب أن يكون لنا بمثابة دق ناقوس خطر، من أجل أن نجعل من هذا الموضوع الذي هو موضوع إسلامي بامتياز أن نجعله حاضرا ليس فقط في المؤتمرات والندوات، إنما بالخصوص في تربية ناشئتنا على الحفاظ على هذه البيئة وعلى هذه الأرض التي جعلنا الله سبحانه وتعالى مستخلفين فيها. سيداتي العالمات، سادتي العلماء الكرام، أهنئ جمهورية مصر لأنها سوف تصدق القول بالفعل، وهي ستنظم في شهر نوفمبر قمة المناخ 27، ولم يتم اختيار هذا البلد السعيد هكذا عبثا، ولقد سمعنا في من سبقنا من المتدخلين والمحاضرين في هذا المؤتمر الهادف أن الجمهورية قد تحركت أشواطا من أجل أن تجعل الثقافة البيئية حاضرة في خطبنا، حاضرة في دروسنا، حاضرة في تربية أبنائنا، وحاضرة في سلوكنا. ويجب نحن من نحسب على قياديين لهذا الدين الحنيف أن نكون القدوة الحسنة في مؤتمراتنا. وسوف أعرج فيما سأتحدث عنه عن بعض النماذج التي نهجناها في المجلس الأعلى للمسلمين، والتي من الممكن أن تستنسخ من أجل أن نحقق هذه القدوة الحسنة. يقول الأخصائيين في حقوق الإنسان أن التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان، من بينها الحقوق في الحياة والصحة والغذاء والحصول على المياه. ولا نستطيع أن نحقق تطلعاتنا أو حتى أن نعيش في مستوى متناسب مع المعايير الدولية لكرامة الإنسان، ولهذا يمكن القول أن البيئة والحفاظ عليها هي من صميم حقوق كل إنسان، إذ أنها تؤثر على صحته ومعيشته هو وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه، وحقه في هواء نظيف ومياه نظيفة.
وإن اتفقنا جميعا بعد الكلمات التي سمعناها والتي ألقيت في هذا المؤتمر من علماء أن موضوع الحفاظ على البيئة واستقرارها ودفع التلوث البيئي والوقاية منه هو جزء من الفطرة الإنسانية، فإننا نقر بذلك أنه جزء من المنظومة القيمية التي جاء بها الإسلام الحنيف. الإسلام الذي علم الإنسان أن الهدف الأسمى من الرسالة هو إتمام مكارم الأخلاق، وأوصاه بجمل من الوصايا تدفع نحو الفهم أن مكارم الأخلاق تشمل كل سلوك نحو الإنسان، وتشمل بيئته أرضا وماء وحيوانا وحتى صوتا. ومن الجدير بالملاحظة هو أن السياقات التي جاءت فيها وصايا رسالة الإسلام على الجوانب البيئية في حياة الإنسان هي سياقات مثيرة للاعتزاز، وسأحاول بإذن الله تعالى أن أطرح حولها جملة من التساؤلات. سيداتي العالمات، سادتي العلماء الكرام، عندما يدافع المرء أو القائد البلدي عن بلده في حروب أو في غزوات، في هذه المرحلة هل قرأنا أو سمعنا أن قائدا من القيادات عبر العالم وعبر التاريخ في مرحلة الحرب، في هذه المراحل الحرجة، تحدثت عن شيء اسمه البيئة، أو تحدثت في هذا الوقت الحرج عن شيء اسمه عدم قطع الأشجار؟ إن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشخصية الوحيدة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به من خلفائه من بعده، فقد أوصى الرسول بعدم قطع الشجرة، فيقول لجلوده: لا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. وخلفاؤه تبعوه في هذا النهج، فأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه جنوده: ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. إن كان هذا هو شأن نبي الله صلى الله عليه وسلم في حرب، فماذا عساه أن يكون شأنه في السلم؟ فبين رجال أمروا أن لا يقطعوا شجرة وهم في حرب، ورجال قامت عليهم علامات الساعة فأمروا بغرس ما بأيديهم من فسيلة. بين هذا وذاك رسالة إسلامية تؤكد على أن البيئة أمانة من الله لا استثناء في مقامها، لا من أجل سعير الحروب ولا في خوف على النفس وإن قامت القيامة. ولهذا نقف في سورة البقرة في حكمها على بعض المؤمنين بهذه الرسالة ممن يغضب الله عليهم وإن كانوا يشهدون الله على ما في قلوبهم، لأنهم فسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنحل. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم، الله لا يحب الفساد، ومن الفساد أن يهلك الإنسان الحرث والنسل، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حتى إن تحدثنا عن التلوث الصوتي، الإسلام هنا بدأ بالصوت الإنساني فأمره في القرآن الكريم قائلا: واخفض من صوتك، وأمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ولا تجهروا له بالقول. وهنا استمر في طرح التساؤلات: ماذا لو سئل المسلم عن رأي أو عن حكم الإسلام في ضوضاء المركبات أو غيرها؟ أليس من نافلة القول أن نشير إلى أن الإسلام يرفض تلك الضوضاء
وهو الذي أوصى بأن يخفض الإنسان صوته؟ وماذا لو سئل المسلم عن الحفاظ على المياه؟ أليس من نافلة القول أن نشير إلى أن الإسلام حرم الإسراف في المياه، وهو الذي أوصى بألا نفعل ذلك في وضوئنا ولو كنا على نهر جار؟ الأساتذة الكرام، الأستاذات الكريمات، الحديث عن البيئة حديث عن قيم إسلامية ووصايا قرآنية ونصائح نبوية استثنائية في علم الحقوق والواجبات، في عالم الحقوق والواجبات التي تتحدث عنها كبرى المنظمات وأشهرها. والفخر كل الفخر للمسلم الذي يمارس تلك الوصايا انطلاقا من دينه الحليف، وكونها استثنائية لأنها ارتبطت في الذهنية الإسلامية بمبدأ الأمانة التي حملها الإنسان للحفاظ على ما استخلفه الله فيه. فكانت الوصايا التي أشرت إليها وكأنها تذكير بمبادئ فطرية حنيفة. دعوني أيها الإخوة والأخوات أعرج على بعض النماذج من أنشطة المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في شأن الحفاظ على البيئة. أولهما مشروع شجرة المسجد. شجرة المسجد هذا مشروع أطلقناه مع زملاء ومع إخوة من أتباع الديانات المختلفة، وهي مبادرة تهدف إلى تخضير فضاءات المساجد والاهتمام بالبيئة المسجدية لدى المسلمين وغير المسلمين. هذه المبادرة أشرف عليها المجلس وتعتبر تتم لمبادرات أخرى سبقت في مجال الحفاظ على البيئة في السنوات الماضية. وانطلاقة مشروع شجرة المسجد كانت في رحاب مسجد الرحمة بمدينة دارمشتات، حيث تم تخضير جدران وساحة المسجد بنباتات وأشجار متنوعة، وذلك بتعاون مشترك بين شباب المدينة من أصول وأديان مختلفة. ولقد شمل المشروع مساجد أخرى أيضا، فكانت إحدى محطاته مسجد الأمير سلطان الذي أقيمت على قبته وعلى صومعته أعشاش لبعض أنواع الطيور المهددة بالانقراض. ومسجد أمير سلطان هو كذلك يعتبر من الأوائل المساجد في ألمانيا التي تستفيد بشكل كامل من الطاقة المتجددة، ومن أجل ذلك تم تكريم إدارة المسجد من طرف عشرية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في أواخر العام الماضي. هناك نماذج أخرى قد لا يسع الوقت لذكرها، ولكن أريد أن أشير إلى ابتكار قام به زملاء لنا نتعاون معهم في مجموعة عمل للحفاظ على البيئة. أحد زملائنا وصل سن 80، فكنا نفكر أن نقوم له باحتفال عيد الميلاد، وهو قس مسيحي. فكانت الفكرة الرائدة أننا جمعنا وأهدينا له 79 شجرة، واشترينا مكان لأن نغرس فيها، غرسنا فيها هذه 79، ويوم الاحتفال أتى هو بالشجرة 80 فغرسها، فكان بميلاده هذا وباحتفاله هذا فائدة له ولغيره من المواطنين داخل ألمانيا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور بالمآل عبد الصمد اليزيدي على هذه المداخلة. هنالك عدد من الطلبات للأخوة الحضور من أجل المداخلات. الدكتور عبد الله برج الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أصحاب الفضيلة علماء والعالمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله تعالى الذي وفقنا لحضور هذا المؤتمر. أنا عندي مداخلتين. المداخل الأولى أن أشير بمنصة والمشاريع أو البحوث التي طرحها اليوم
هي بحوث لها تلامس حياة الناس، فهكذا هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فأينما وجد المصلحة والمفسدة فللإسلام فيه حكم يخرج الناس من الضيق إلى السعة. فنشكر الله تعالى الذي وفقنا لحضور هذه الجلسات. تكلم الناس كثيرا أمس علماء أفاضل عن الاجتهاد وشروط الاجتهاد وعن مجالات الاجتهاد ورجال الاجتهاد الذين استكملت فيهم شروط، وإلا أنا عندي فائدة بسيطة وجدتها مما قال علماء أجلاء يتكلمون عن صفات دقيقة في المجتهد، صفات أخلاقية تجعل المجتهد المسلم يختلف عن باحثين آخرين من أمم أخرى. وهذه الصفات تكلموا عن الثقة، وتكلموا عن البعد عن الخوارم المروءة والمسقطات، وتكلموا عن أمانة، وتكلموا عن رصانة الفكر، وتكلموا عن جودة القريحة للمسلم الذي يأخذ منه الأحكام. فنحن لسنا مجرد باحثين، وإنما نحن مهتد يعني يقتدى بنا ويقتدى بما نقوله. فلذلك هذه البحوث وهذا المؤتمر سيكون بإذن الله تعالى برامج عمل بالنسبة لنا كأقليات. وتكلم عن فقه خاصة للاجتهاد، منهم من تكلم عن فقه المآلات وفقه المقاصد وفقه الأقليات ومقاصد الشريعة الإسلامية التي بها نعرف حكم الله سبحانه وتعالى. فنحن في جنوب السودان إخواتكم لدينا مبادرات استفادت منها كل مكونات المجتمع. فلدينا مبادرة لمحاربة التطرف والإرهاب في منطقة إيجاد. منطقة إيجاد فيها دول تطل على بحر الأحمر، وفيها حركات يعني تنسب للإسلام وأفعالها لا تمد للإسلام في شيء. فنحن باسم المجلس الإسلامي أطلقنا نداء لمحاربة التطرف والخطاب العنيف، وكيف نظهر الإسلام بصورته السمحة بصورته المسالم. واستفدنا كثيرا من مبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي كان بردا وسلاما على الأقليات المسلمة. فلما عمل اتفاقية الأخوة الإنسانية مع بابا فاتيكان اللي هو رئيس لأكثر مجموعة مسيحية منتشرة في أفريقيا في العالم كله، جاء المسيحيون في جنوب السودان من الكاثوليك يقولون مقولة شهيرة: أقرب الناس للكاثوليك هم المسلمون. هذه المبادرة مبادرة الإمام الأكبر فتح لنا مجالات كثيرة جدا في جنوب السودان، وجعل أكبر طائفة مسيحية في جنوب، لأنهم يشكلون 80% من المسيحيين في جنوب السودان، 80% هم كاثوليك، بل رئيس جنوب السودان هو كاثوليكي. فلما شافوا إمام الأكبر يحضن ما يسمونه بالأب المقدس هولي فاذر، رأوهم وهم يحضن بعضهم بعضا ويقولون نحن نعمل مع بعض على تعزيز القيم المشتركة، انقلبت العداوات ونظر البريبة إلى المسلمين إلى مقولة هذه أن المسلمين هم أكثر أقرب الناس لنا نحن معشر الكاثوليك. يعني أحيانا بعضهم يفضلون على بعض طوائف المسيحية، وهذا من مبادرات ناجحة جدا جدا لقائد ينظر للمآلات. رأينا في هذه المبادرة فقه المآلات ونظر البعيد، وذلك هذا البلد مصر بلد عظيم
وبلد لها تاريخ كبير، بلد قوته ينعكس على المسلمين وضعفه ينعكس على المسلمين كذلك. نحن نشيد بهذا المؤتمر، وإن شاء الله هذه المخرجات سيكون برامج عمل للأقليات المسلمة في أفريقيا وفي غيرها من البلدان. وشكرا جزيلا على الفترة. شكرا للأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان، ونعتذر من بقية المداخلات نظرا لأن الوقت قد أدركنا. هذه الجلسة أيها السادة الكرام جاءت للتأكيد على أن الاجتهاد الحضاري لا يكون اجتهادا حضاريا مقبولا إلا باستصحابه الواقع واستيعابه لجميع القضايا والقيم والأفكار، فهو اجتهاد ينطلق من الواقع المعاش بتركيباته المتداخلة ليواكب التطورات وليستجيب للحاجيات الإنسانية ويدفع بالتنمية ويفتح الباب للرقي. اجتهاد يرى العوالم وحدة متكاملة فيربط الجزئية بالكلي وينظر إلى المشتركات الإنسانية نظرة اعتبار واعتداد، ولا تغيب عنه في أي لحظة القيم الكلية والمقاصد المعتبرة والموازنات والضروريات، ولا يصنع العداوة والجدل بين التراث والواقع، بل يرى بينهما تناغما وتعاونا لتلبية حاجات الناس وجودة حياة الإنسان والحفاظ على كرامته وتحقيق سعادته. أشكر لكم الحضور والاستماع، وبهذا نكون قد أنهينا أعمال هذه الجلسة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.